يا بنت يا لبستي جبت شعرك نرجع شعرك هيك كان سيدي طب شعر شوفوا هلا شو اللي قلت لكم رجعت ندير نعم شوف ايوه لا ما كتبان دوزي دوزي وحدة عطيني شي طاسة عطيني لا خليك خليك حوايج انا بغيت نجي تلقى الحوايج اش ترمي لهم حوايجهم كنعرفوهم هادو كيعيشوا معانا ولا كنعيش انا وراني حاد قوال عليا ناس طفيلات طفيلات طيب وباقي ما طافي بجوي لا بس انا باقي دايره عاطفه شي كتم عليك ندير نحل دوزي هكا هبطي راسك شوفي ديري هكا وسيدي وات فاينانس وات فاينانس وات فاينانس العشوب العشوب قلت لكم غنبيعهم ليكم علاش نعطيكم عشوب فابور مسمومه مسمومه ما كتقولوها فيا زينه ما كتقولوها فيا زينه اللهم نعرف هاد الشيء عطيني شي عطيني شي حاجه عندك دانون بالصوص لا دانون تحيتهم نجي لك معايا ديري تاع العشي تاع ديري ليش انا الحنه ماشي الحنه والحنه ما كتديرش ما نعطيكمش الله الا حلفت ما نعطيكم بها ليكم صدر عرفتهم ايوا وهادي عرفتهم عصبوني بعصبوني باش نعاود نزيد نتاكد انني ما عاطيهاكمش عصبوني باش نتاكد ما بانه ما عاطيهاكمش الحمد لله ما كتعطيناش الاكسجين شوفي بنات الحرام زيد قول العيب قول العيب قول العيب مزيان عجبني صباك الحيب والله الا مزيان ندير ستوريات او ميم طون لي كلام وغات شوفوا راه دايره اللايف اوكي راه التليفون دايره فيه اللايف التليفون دايره فيه هذا اوراق السدر ولكن خلطه عشوب العشوب بوريكم لكم في اللايف ما قلتش لكم شنا هما ما غنقول لكم شنا هما باسكو انا مسمومه حيت هادو اللي في اللايف كيف قصوني اوكي فانا كنوجد خلطه ديالي من هنا للصيف غادي تشوفوا واش هنايا كاينه ولا ما كايناش في الشعر شوفي كدرتها شويه
شوفوا كي كيتنفخ بحال الحلوه. النبات ديال الازير والقرنفل والبصله والثوم طبخين والله حتى لا فيها اكثر من 19 الحبه. ماما بغات شوفوا دايره اللايف اوكي راه التليفون ديالها فيه الماء التليفون ديالها فيه انا اوراق السيدر ولكن خلطه عاش نقول لكم ما قلتش لكم شنو هما ما غنقول لكم شنو هما فكنا نسمعوهم حيت هذا اللي في اللايف كيف قصاني. عطينا الوصفة دعوت دعوتنا صعيبة خافي على راسك وشعرك بصحي تواليزي الميبي بات الميبي بات والقلاموريات شوفو الميبي بات شوفو شدي ها شدي كوش كيتنفخ ها ها واللي ما عندها شعر واللي عندها معايا ايوا واش شفتي ديك الربطه تاع الشعر خاص بها من سويسرا وها الاسرار باش ما كانش السيده الصراحه كان شي حوايج كنصنعو مع الراس الشعر خاص بيه على مزينات والراحه والسياحه داخل ممتلكات سيدنا شنو بين كنتم دايره خاصة تمرق قالت لك زيدي الماء راه ثقيل ما كنتيقش فيكم كنخاف لا تجيبوا لي عطينا الوصفه دعوت دعوتنا صعيبه خافي على راسك وشعرك الو عليك السلام عليك السلام صافا ما تطلبيش ليا الوصفه راه ما نعطيهاش لك قولي دايره اللايف ولا سولتيني شي سؤال ما هو هذاك غنطلب ندير لك شي العشي لا ام مخلصه علينا الهد ام راه شنو هو دويد غنيا على المكالمه بنت قاعده راه خمسه اش كديري اش كديري هضري بالعربيه ايوا زيدي استيتيسيانا زيدي انا اللي صفرت البين ومن استيتيسيانا علاش غنسوهوك ويلي مالكي وخدمي ادوميسيل معاهم كيتسالوك شي حاجه يا ويلي كون كان فيهم الخير كون قستي معاهم ويلي قالك ما تبقاوش تخافوا دابا رزقكم فين كاين رزق مولانا وما تخرجي حتى تقلبي على راسك وقولي لهم بسلامه وخلص لي ندير لك الاشاره بنت الحرام يلا سيري وسيري دابا كنجري لايف دايره الخلطات يلا ماي امين قالت لك اه بيلات جيتي دل عندي انا بغيت نسترك اصلا ما قلت حتى واحد ها 2000 واحد كيتفرج بنين تقلب مسكينه على خدمه وقالت لي ما نقولها حتى واحد حيت بغات تفرع مولات المحل وبتخرج من عند بغات تدي لها الكليان وانا ما قلت حتى حد اخت سرك في بيه ملي انا مصطيه نقولها للناس جيبي لي تبعي لي هاد التليفون ولا يتبعوها جيتيني انايا وعاد تبعي لي داك التليفون نسيت نقولها للناس انا حشومه كاع مرا وصاتني قالت لي ما تقولها لتا واحد ما عطاش من اونغلو غير كتخدم فيه ما قدرش الا نفرش شي وحده حطي لي هذا في شي حاجه غيتا اجي دوزي اجي واجي دخل الحمام زير من هنا خشي لي التليفون هنا
ما كيتخشاش هكاك. جري هادي جري هادي ايوا جري جري هادي ناري غيتا جريها 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 هكا ولا وجريها جريها وجري هذا جريه عندك هكا بحال شي خيط شوفي فيا ركزي ولا وعيد شوفي فيا هادي 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 ها ولا والله إذا نقتل أمك لا ما تستاهلي هادي حليها هكا بحال ما توسعي شي حاجة هكا وبي قلتي لي وسعي يعطيك مصيبة العمر بلاتي بلاتي لا كديري عليا إكس بخيل وها هي وسعيها واخا تكوني بالخ ولا ما ديريهاش بزاف هادي هرسي بيدي هرسي عام شوي خشي التليفون بلاتي يلا حيدي وحيدي صبحك ولا وجيبي ورا نطاكي بصبحك سيري سيري اخيتا فحالك سيري سيري اخيتا سيري 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 انا مغطيك سيري اخيتا سيري سيري تو ميكو سلطاتت مانيك لامور شوفوا الوصفه ديالي اللي دويت لها انا ما حضرتوش اللايف ديال الصباح راه بيمشيو عليكم الوصفات الوصفات غادي يمشيو عليكم شنو كتقول راه كان شوفوا حديد ومخزن حديد ومخزن كاين لا وصفه لا والو كاينه وهلفتي لا تقولي لي ناس وكاين لي مسيني ماما مسمومه اختي ما كتقولهاش فيا زينه شوفوا هكا التعاليق في الخي اي وين كوتشو جوج كوتشو البينوار بالزباله ديال الفلوس كندير بها لكم داكشي اللايف ديال الصباح لا بشو عليكم الوصفات غيتا اري شويه ديال مويها نتا هذاك الكحل بلاتي نقول لك فاش ديريها عليا صبري الوصفات غادي يمشيو عليكم غيتا شوفوا حديتو سمحيلي غنرول لك الحمام هادشي ما كيدارش في الحمام انا قبل كنبغي نجلس حتى في الحمام نصدق انا غادي يدي هادشي الحمام قالت لي الخلطه تكرفست على البينوار حماره كان عليا لبست تريكوت الحنه راه زربت الله كان فادي
كتخلع بلا مايك اب، والله ما كذبتي. تخرجيني الدراري الصغار الصباح في الليل يخافوا. الله عرفتي سبحان الله، جبيره للراس وليتي جبيره للراس. ديري على البينوار، مشري من الميريكان، والله الا جاي من الميريكان. الله وغي درا على اللي عطيت لها الوصفه. الله الله يا اختي، لي جبيره للراس. الله تخيل هو الوصفه سخونه وكتحطيها تبقى بغيتو يتخبص لو ماكياج اختي. تخيلوا الوصفه سخونه، دابا سخونه الوصفه، باقي سخونه يلاه تبقى كطبخيها باش حتى كتلق في بعضياتها وما داكشي، باسكو كاينين شي عشوب اللي خصهم يطيبوا. وكتحتها على الراس، الله بحال كتبرد لك القنينه، الله الا كتبرد لك القنه ديال راسك. كتسمع اوكوك، كتسمعي بالقنه ديال الراس. مشي نشوف شي حمام يقبل عليا. انت بحال كتعطي راسك يشرب. هاويلي قال لنا المصفى مهرس تطلع الله ما يقول عليكم تطلع حرام راسي. ويدي 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 سكتوا. تخيلوا الوصفه سخونه، دابا سخونه الوصفه، بقى سخونه يلاه تبقى كطبخيها باش حتى كتلق في بعضياتها وما داكشي، باسكو كاينين شي عشوب اللي خصهم يطيبو. الريحه خزاله وكتحتها على الراس، الله بحال كتبرد لك القنينه، الله الا كتبرد لك القنه ديال راسك. كتسمع اوكوك، كتسمعي بالقنه، القنه ديال الراس. كيفاش الحمام سادين؟ الحمامات كاملين اليوم سادين. ها هو تحت كاع ما غادي دابا بواحد الله يسدو عليه. المهم انا عارفه الوصفه وكنديرها واعره. والله ما يدخلوا عندك، والله ما يتابوناو عندك. علاش الحمامات سادين ياك لاباس؟ ريتا اري نمسح لك هنا. انا البنات غنصاوب لكم الوصفه نبيع عليكم. كنضحك اختي، الوصفه ما فياش ما نعطيهاش لكم حتى الشهر الجاي. هذاك شي كثير سرجو نعطيكم الوصفه. انا مزيناتي بغيت زينه انا والله ملي مزيناش. شوف مزينه ولا مزيناش؟ وقولوا مزيناش باش نيت ما نعطيش لكم الوصفه. قولوا زينه، قولوا زينه، قولوا زينه، قولوا زينه، راني حبقه. تعيش الله يسترها بالتهديد مع رجالكم معايا ومع ولادكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان بيت درس الكاس والسربيس شريته غالي
وبنت الحرام عطيني غير كنس مرافد ثلاثه هرس من نفرموش السربيز. وانا الزين ماشي معاك هاك كنت غير هرس هاد الكاس ونخسر السربيز. عطيني داكشي اللي ملاوط ما نهضرش. شكون هي؟ ولكن راه انت اختي كنضحك واني هاد واغيتا كتهضر فيك. قلت لي البنت اللي عندني هاد ربط الدار هاك انت ها طيبي طيبي زعما حنا خصنا نطيبو ونقادو الدار. واني هاد نهاد الله يقدرني على فعلك. مشيو عندها كي ما عنديش الانترنت في التليفون مشيو عندها نهبطو هكا جيراني. الوصفه في هذاك الشيء قلنا بالحب احسن عوني احسن عوين غيتها. سكتوا سكتوا نوريكم شنو شريت وخصني نذهب ندير شي حاجه انا واقفه وجاك حالتو حسن منك انا مازال راك كتفرجي فيا. فوالا لي غلامور فوالا اختي الغلاموريه بتنا بالزيت الكيف صبحنا على العشوب ورق السدر شوفو زين كل احمر قالك خايب خايب انا فين كمونات المستمن فينك فينك اللي كتقولي انايا بحد كاش انا صباح دايره طربي خافو كراس بسم الله عليا فوالا اختي الكلاموريه كيجيني الالهام بدلا بالزيت الكيف نقصي من الدواء راك بحالك بحال بجيتي كتفرفر لاموخ عطيني شي بانطوفا غيتا لي كلاموخ غيتا راه زوينه عندي انا شافوك غيتا ولكن قلت لهم صاحبتي زوينه لا لا انت زوين الفوق لما نخرى من قد ولكن اللسان انا راه الدبزه انا اللي خسرتيها شوفي الدبزه ولا تدبس كنت خلصت تدبس والله يا كنجي البارح غيتا نعاود لهم اش درتي نعاود لهم اش درتي ها نعاود لهم اش تكونوا شاهدين شوفوا
دابا هي كان عندها شي عيشوريه بحالها بحالي داكش علاش مقادتي غيتا علي الجفاف علي الجفاف راه بغيت نخرج لك الروينه ما يمكنش انا نخرج الروينه للدار شوفي هنا كلشي تقاطر سمعوا لي كلاموغ تموتوا بالضحك والله حتى تموتوا دابا غيتا نادا لالا هي كانت كتخدم مع شي وحده ولا ما نصح حتى ولا ما عرفتش داك التخربيق ياك اري سير ولكن هاد خيتي هادي راه بغات تلقى معايا انا المشكل صافي سير نادا لالا تخاصمت مع شي وحده من امتى قبل ما تخدم عندي غيتا اوكي داك النهار سالت عليها ديك الوحده فاش مشات لدارهم ديك الصويعينه مشات دارت لها داك الرسوم وجاب لها البوليس جابت لها البوليس على اساس انهم دابزو دابزو جوج بنات دابزو من بعد شنو وقع دابزو هذيك الضرب واخرى ضربت ناتفو بحال شي جوج عيال تيتناتفو ومن بعد ما كاينش حتى شي مشكل ناد الاخرى قلت لها حرام قوالبيه مشات ديك لارات بها فاش مشات ديك لارات بها عند البوليس لقاو هذيك ما عندها والو ما هذيك ما عندها والو دابزين هما فشي 2000 وما عرفت شنو بسلامه ميرسي اون فوار فهمتي الخرجة السم باسكو غيتا خدمت عندي وبخير وكتحكم فيا كدير فيا واحد الحرام ما بغات ما عرفتش كتفرج فينا ولا شي حاجه بعدي من البنت راه عرفنا عندك مزينة مزعطة وسمع المهم نضل لا عسلت عليها واش عرفاتها عرفاتها هنايا ولا عرفت داكشي البارح الزغبيه خرجات مي هاد النوبه انا غنوقف لها في هاد الشيء باسكو بون دي بي مام جو في با ميلي ما تدخلش في هاد الشيء منين ولات هكا قلت لها خليها تتشم ديك الساعه غادي نشوفوا شكون واش كاين مخزن في سميتو في البلاد ولا لا خرجات ويطلع عليها بنتفه بنت الحرام وانا كنت في الطياره شوف فين ربي بيطير بتنتفى شافتها غيتها هزت تقضيه وكتمشي وخرطات عليها بنتفى جلسوا نتف جلست تناتفوا قالت لك دخلت لقيتها مضروبه هنا قلت لها مالك قالت لي تناتفت علاش تناتفتي قلت لك تناتفت مع ديك خيتي ما عرفتش شنو مالها مسكينه بينا مع الدبا حتى الكلب تاع بوك انا بلوكي جد امك تناتفو ها شعورات فيكم الرجال دخلات والله الا نتفاتها الاخرى نتفاتها باسكو جاتها من اللور وهزات قضيه وبزطام وعندها الفلوس وتليفونها وداكشي ونتفاتها بنت الحرام دخلت انا قلت لها مالك جازرك قلت لها مالك هي دوك اختي سو كاينه راه ديك خيتي راه تلاقيت معاها ما عرفتش واش عرفاتني خدامه هنا ولا ما عرفتش شنو فهاديك اختي راه نتفاتني راه تبعت لي قلت لها داكشي فين مضروبه هنايا قالت لي ايه كاري لي انا مرتها انا بغيت ندخل بيناتهم بخيط ابيض دابا انا مازال ما عيطتش لديك خيتي الاخرى قلت لها واش وقع عاودي لي بالديتاي قالت لي دابا كتهدد فيها قلت لها ولا تنصف لك لي شرمان لك وجهك ومن هاد اللايف الحبيبات ديالي اللي سميتك مارا حره غره ولدتك العيالات والرجال هي راه كاينه هنا فهاديك اختي وكتخرج كتقدى تيما الا سميتك امراه حره غره صيفط لها لي شرط لها وجهها الا ما ندير لك عصابه تكون عصابه اجراميه صيفطك ب 10 سنين ديال الحبس ما ولدت مو فيا نخلة ونوريك تصيفط لها لي شرط لها وجهها حتى تكون السيبه انا قلت لها دابا انا غنعيط للاخرى خيتي باش نصلح بيناتهم نشوف شنو كاين باسكو تنادفوا النوبه الاولى تنادفوا النوبه الثانيه الا يكون شي على شي واحد ولكن الا شفت اخرى قبيحه وهذا غنهز غيتا غنعيط للمحامي ديال غندير لها الدعوه صافي حيت باش وصلت التهديد قلت لها غادي قالت لها غادي نصيفط لك اللي يشرق لك وجهك ديجا قلت لها هذه الكلمه هذه قالت لك كانوا شود قالت لي راه كاين فلان وهذا الدراري هنايا قلت له الدراري مالهم ما قالت لي لا راه فكوها وصيفطوها عليا واخا كان غيتا راه حشم كتحشم مسكينه ضريفه صافي وانا نقول لها قلت لها دابا نشوف تشوف الليله ترى الوحدات اللي كتعاود ليا مسكينه هي قلت لك انت في الطياره شويه في الدار لقيتها من توفيق الحماره يا الهبيله
راه جيت من فاش تنتفات انا في الطياره صديق كانت كتعيط لي في لوقيتات المناتيفه انا في الطياره الطياره 5 السوايع ما شعلت التليفون على 6 السوايع هبطت لقيتها هي في الدار يعني كون عيطت لي ديك الساعه فاش كانت كتنتف انا ديك الساعه غنصيفط ليها نعيطوا للبوليس نصيفط لها البوليس تكتي الزمر كله لا نمشي انا الزمر كله غادي يهزو تهزو الصافيط ما كيما كتفهميش ولكن منين هداتها هكا وقالت لها انا غادي نصيفط لك لي دير لك وجهك قلت لها دابا نخرج تقداي كانت نيت امراه وكانت كتفرج فيا حره غره صيفط لها لي شرقله وجهها وتشوف واش القانون كيف بلاد اللعنه نوريها قال لي نجي لي نشرقله وجه ديجا هاد الكلمه هادي صيفطها عليها الحبس هاد التهديد انا صيفطها عليها الحبس انا ما تدخلتش بيناتهم هاد المشكل راه سيمو هادي وانا كنسمعها وانا كنقول لها صافي عطيها ابتسامه ما بقاش تدوي معاها ولكن انا ما حكاراش قلت لها انا هادي ديالي هادي بنتي كتبش عليك انا عزيزه انا غيت عزيزه عليا تقيسها شي واحد نجبد لي عينيه ولكن نشوف الاخرى شنو كتقول نشوف بيناتهم نقدر نعيط الاخرى تجي تشرب عندي قهيوه ونجلسهم بجوج نقول لهم اش بيناتكم عما كتنادفوا ولا كانوا كيتنادفوا على شي راجل فهمتي ولكن دارتها نتفاتها بنت الحرام نتفاتها دخلت مضروبه هنايا وشعرها كاع راسها دارها نتفات حكراتها بنت الحرام اخرى هازه خايفه وتليفون يلاه شراته وخايفه فهمتي اخرى استغلت الفرصه يا اختي استغلت واش استغلت انا ما كايناش جات غير غيت الكازا البارح واش حيت انا ما كايناش استغلت الفرصه هادشي واش جبدي لي انايا تمر انا بنت القصباش صحابكم وصحابكم انا بالحيش توي بنت ليفيرناج انا لا انا ما بغيتش ديكلاري بها نو ديكلاسيون بنادم سالي قبو كل نمشي ديكلاري بها بلاش غادي نعيط للاخرى نشوف شنو كاين الا كان شي صبح نصالحهم والله سهل على كل وحده فيهم انا كنعجبني نسمعك تعاود دير كتجيني الناس تسمعني نهار يجيو لي القهوه سيري ديك الناس بارك بارك من هضره بنت المقدم ايوا هنا انا بنت المقدم لا شوفوا كاين واحد الحاجه سميتها دابا فاش نوصلوا للتهديد والتفكير انها فكرت انها تصيفط لها شي واحد يشرق لها وجهها وقالت هذه الكلمه ما عرفتي بنادم راه وسطي واش فهمتي اما كون كانت هضره تخاصم وتسب ما عنديش انا مشكل ولكن تقول لها نشرق لك وجهك وشفتي شنو هي تشرق لها وجهها هي ذا سيبه في البلاد واش فهمتو واش وصلنا مع هادشي كله عيط لها نشوف نقول لها مالكي انت ويا نصالحهم راه كانوا صحابات الوصفه رجعت الوصفه والمهم الكلاموريات انا غادي نخليكم دابا اوكي غادي نمشي نشوف نصاوب الموزيت ديالي الموزيت ديال البرودويات نوريكم واحد الحاجه الله ما نقول لكم شنو هي بلاتي نوريكم زوبوا لي واحد خينا شوفوا كي داير شوف ما نقول لكمش ديالها اليوم صباح مسمومه صافي شوف شوف شنو شوف كي داير بحال التلج كيخلعني شراء فرايط الفرعي وقاعدوا به الجمال هذا راه بودر ديال السيليكون ندخل نشمر الكوك المحكوك طباشر
دابا نقول لكم دابا هذا روسي بون. يلا بيزو كولاجين وداكشي اللي كيطلع الجمال. يلا دي غلامور.